بترتيل الوداع الأخير من نزف بغداد، تكتشف الطفلة وأمها أنهما غادرا مبنى المختبر الوطني بنتيجة مختبرية خالية من الحياة. ومبنى الكراد المنهار لفظ ركام ما في جوفه من ضحوا بأرواحهم في سبيل مواجهة شبح فساد، أو قل إنه لعنة العراق الغارق في فقد أرواحه، وإن كانت تلك الأرواح تبحث عن مبنى تأوي به إلى علاج من أوجاع الجسد لتفارق الحياة على يد أوجاع البلد. ولم يكن يعلم رب الأسرة حين كان يقف على قائمة الانتظار لخروج ابنته وزوجته أنه سيكون انتظارا طويلا لا نهاية له. مرتو بتجوي ولا ساعة إلا ربع، يلا يجيب كادر شني، الشوارع مسدودة أكو يتحكي تراه. وعيد الأب هذا ليس جديدا على لسان العراقي، كلما غرق في انهيار جديد. والله العظيم ما راح تنازل وراح يبقى آخر يوم بحياتي هنا إلا شوف هذا شنو الموضوع الصارب هذه. الدفاع المدني الذي انتشل 13 شخصا في الساعات الأولى لانهيار المبنى أعد تقريره النهائي الذي اختتم به أعمال 4 أيام متتالية في الليل والنهار بإخراج آخر 4 جثث من تحت الركام. لكن الكرادة فضحت فصلا جديدا بعنوان إجازات استثمارية لها مفتاح على أبواب الفساد المتفشي في بلاد الرافدين ما بعد عام 2003. وتلك قصة موجعة ربما ينطق بها صوت من كان هنا تحت الركام يستنجد بالعراق ألا تضيع روح جديدة في غيابة الجب، بعد أن صار الفساد متجذرا كبنية تحتية تهدد العراقية في أي زمان ومكان بنهاية يكون الحزن عنوانها واللون الأسود وشاحها.